الدولة اللي تابعة لسنجارة اللي هي موجودة بالإقليم. كثير من أهالي سنجارة قوائم الرعاية الاجتماعية على الكفرقة ونتمنى هذا الأمر باعتبار أنه ما مسجلين في مكان معين عشان نعرف إيش قدرها. صحيح. فأريد هذا المندوب الموجود الممثل عنها. إن شاء الله. أنا على أساس وقتها وحامل وصح. إحنا عصبة إحنا ما نقدر إحنا. وإذا خارج المدينة للقرى والنواحي اللي تابعة له هم تكون تحت أنظاركم، هم يكون إيصال صوتك إلى أهل السنجار إنه أكو فلانشي، علشان الناس تكون متابعة لهذا الأمر. وتابع عنده أملاكه وعنده أعماله مشاريع أو ما كانت تحسد السلطان، فهجت الناس ما لحقت تشيل يمكن قطع غيار اللي هو ما قدر يشيل. هي توفره موجوده وثائق تقدر توثق، هذه موجوده، ولكن حاليا اكو معاناه، يعني ذهاب اهالي سنجار ومعاملاتها مو احنا نقصر هذا مع مدير مريحة القيروان مع مدراء النواحي القيروان والقحطانيه. حقيقه كان اللقاء لقاء جيد ومثمر، وكان اللقاء لقاء خدمي بحت ليس له علاقه في امور السياسه نهائيا، وإنما كان اللقاء هذا خاص فقط لمعاناة أهالي سنجار وتذليل الصعاب من أجل وضعهم المادي ووضع الانتخابات في خصوص يعني مكان التصويت الذي يسمح لهم التصويت فيه لأجل الانتخابات المقبلة. معظم أهالي سنجار سكن سنجار غير ساكنين في سنجار، لهذا ما عندنا انطباع عن ما موجود في سنجار، وإنما معظم الساكنين هم من غير سكنة المنطقة. احنا كأهالي سنجار وكمسلمي سنجار نتمنى أن يكون هناك فرض سيادة القانون، ودائما نؤكد لما نؤكد على اتفاقية أربيل بغداد هو لأن هناك فرض سيادة القانون. نحن نرجو من الحكومة المركزية والحكومة أن تنظر بعين العطف على أهل سنجار. أهل سنجار هاي 6 سنين 7 سنين متشردين، و80% من اليزيدية معانا، يعني مو بس أهل سنجار، حتى اليزيدية اللي هاي، ونحن نريد نرجع للسنجار، نريد نرجع للسنجار. وناشد ربعنا حكومتنا جميع الاهل اللي ينظرون بعطف. بعد الاتفاق اللي صار اي شيء ما جانا من كل شيء، يعني من اي اتفاقيه على اتفاقيه مع الحكم الذاتي حكم الشمال وبغداد إلى أي شيء ما جاء من نحن نازحين في المخيمات وخارج المخيمات، أريد أن يكون حالنا حال باقي المحافظات، الرجوع إلى مناطقنا والعمل على تسهيل أمور المواطنين من ناحية الخدمات أو الدوائر الدولة الموجودة، لأن سنجار تعرفون كما أنتم إعلاميين أيضا تدرون أنه سنجار لا يوجد فيه قائم مقام في داخل سنجار، هو الآن في إدهوك يقيم هناك ويقيم العمل القضاء من ذلك المكان. تطرقنا أنه يكون للقائم مقام قضاء سنجار دور في داخل المحافظين وحضوره لتمشية تسهيل أمور المواطنين في هذه المحافظة، وللقضاء سنجار حصراً طالبنا بحصر الانتخابات للنازحين حتى صوت السنجاريين يصل إلى ناخبيهم ومرشحيهم اللي هم يختارونهم. احنا حضرنا اليوم من أجل نوصل رسالة لجميع المعنيين لأمر أهالي سنجار وما يعانون من تهجير ومن معاناة، فاللي نرجو ونناشد به إلى جميع من له الأمر أن ينظر بعين العطف إلى هذه العوائل التي عانت ما عانت فترة داعش، أي واليوم التحرير يمضي عليه 3 سنوات ولم ينظر أي مسؤول بمعاناة أهل سنجار. فنناشد رئيس الوزراء، نناشد جميع من له الأمر أن ينظر بعين العطف إلى أهالي سنجار.